نور الدين السد من الجزائر. زرت المعرب، المعرب أهل بالزوار وبمتابعي الكتاب وقراء الكتاب، ونسبة التسوق فيه كبيرة جدا. دور النشر المشاركة فيه متعددة ومتنوعة، محتويات الكتب موضوعاتها كثيرة جدا ومتعددة ومواكبة لحركة التطور العلمي والعالم في العالم. وما لاحظته كذلك في هذا المعرض هو تفاعل الناشرين والكتاب والمثقفين والمبدعين مع المواطنين، ولاحظت كذلك البيع بالتوقيع والإهداءات لهذه المنشورات وما أنجز خلال هذه الفترات السابقة بالنسبة للكتاب، ونوعية الكتب التي لاحظتها في هذا المعرض الدولي يعني ظاهرة مقاطعة النظير. المكان، الفضاء آهل بالمواطنين من كل الولايات، وحركة التسوق يعني واسعة جدا. ولاحظت كذلك بأن هناك إقبال على الكتاب، وهذا يشجع ويظهر بأن هناك وعي مستنير فعلا، وهناك رغبة في النهوض بهذا الوطن من خلال ما يحصل الناس من علوم ومن معارف. والملاحظ كذلك أن نسبة الشباب يعني نسبة عالية من المتردين على هذا المعرض. أتمنى التوفيق لوطننا المفدى، وأدعو بالرحمة لشهداء غزة الصامدة والتي يشهد أهلها يعني معاناة كبيرة جدا من جراء الاحتلال الصهيوني، والنصر قريب بإذن الله طالما هناك إيمان عقيدي وإيمان صادق ويقيني بالنصر، وهناك تضحيات. وأنتم تعرفون بأن الجزائر عانت كذلك من احتلال دام قرن 32 سنة، ولكن مع إصرار الجزائريين مع التضحيات الكبيرة جدا استطاع الجزائريون أن يفتكوا حريتهم ويسترجعوا سيادتهم. وثورتنا في هذا الفاتح من نوفمبر وبمناسبة 69 سنة على إحياء هذه الذكرى، فإننا نقول بأن لابد من عزم متجدد يستلهم من بيان أول نوفمبر ومن رسالة الشهداء العزم لمواصلة البناء وتعزيز القدرات وتحصيل التقدم والازدهار التي نأمله لشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله.